السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم درت لكم طاجين الجبن باللحم مرحي ماشي بالدجاج، لانه لابيتو طاجين الجبن يديروه بالدجاج. انا اليوم درته بفيون داشي، درت فيه مام، كان عندي شويه روز مغلي خلطته معاه. دونك فوالا، حاجه سهله. درت قليت شويه فيون داشي مع البصل، و دونك درت له شويه توابل، شويه راس الحانوت، شويه كركم، وشويه فلفل كحل، شويه ملح، خليتهم يتقلاو شويه، زيدي لهم شويه ماء، وزدت لهم انا شويه ثاني ثوم، ومن بعد كي يكمل خرجيهم، ومن بعد زيدي معاهم شويه معدنوس مقطع رقيق، زيدت معاهم شويه هذاك